السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد على قناة مدام لمياء. عرفت راسي وليت كنغبر عليكم شي شوية، ولكن والله العظيم لا غير الظروف، فاعتذر واعتذر بشدة. قبل ما ندخل في الفيديو ديال اليوم، نبغي نهنئكم بقدوم السنة الميلادية الجديدة. ان شاء الله تدخل عليكم بالصحة والسلامة والرزق وطول العمر، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله وتحققوا فيها الاماني ديالكم اللي ما تحققت لكمش في 2019، ان شاء الله تحققوها في 2020. فكل واحد يتمنى شي حاجة في خاطره، ربي ان شاء الله يحققها ليه والله يجيبنا في الصبر. بالنسبة للدرس ديال اليوم، غادي نديرو واحد الشكل ديال واحد المخدات اللي هما ساهلين، ما غيحتاجوش منكم لا مواد كثيره ولا وقت كثير ولا حتى شي حاجه اللي تصلح تعطيوها هدايا او لا تستعملوها في الدار ديالكم. مادام كاين الناس اللي كيحتفلوا بهذا راس العام، كاين الناس اللي كيعطيو الهدايا لبعضياتهم. المهم انا من النوع اللي ما كيحتفلش، ولكن كاين الناس اللي كيحتفلوا كيبغيو يقدموا الهدايا لبعضياتهم. فكهذه كفكره انكم ممكن تعطيو هاد الهديه اللي غتكون بيرسوناليزي ولا تكون اعمال ديالكم من التطبيق ديال يديكم، فضروري كتكون القيمه ديالها كبيره. بحال اللي كتشوفوها قدامكم، انا حطيت لي فاشيون لان العمل ديال اليوم غنخدم به فقط بالفاشيون، مخدات وهما فقط بالفاشيون. اسهل من هادشي ما كاينش، كنظن ما غتحتاجوش ماتيريال كتير، ما غاديش طيح عليكم القضيه غاليه. توب ديال بوبلين على قول الله اكبر، توب بوبلين وهانتوما وفاشون وهانتوما واجدين. هانتوما بحال اللي كتشوفوا عندي التوب ديال بوبلين، غتاخذوه غتصبنوه. ضروري كنقول لكم دائما ما تنساوش هاد القضيه، دوزوه في الماء واستعملوه. غادي تقطعوا الحجم ديال المخدات اللي بغيتو، غالبا كنديروا فيهم 40 على 40. ها نتوما انايا قطعتهم، ها هما تراسيت الرشمه اللي بغيت نتراسي غير بالطباشير. ها هي بحال اللي كتبان لكم، عرفتوا كتبان لكم غير الطباشير، ها هو. وان شاء الله نقول ندوزو للتطبيق ونقولوا بسم الله ما تمشيو فين. الو البنات، بالنسبه للتطبيق الاول ان شاء الله اللي غادي نخدم فيه بهاد جوج ديال الالوان، غادي نخدم به بالبراون شايني، الرقم ديالو 25316، وغادي نخدم به بالكوبر ميتاليك 25253 ان شاء الله. مباشره غندوز للعمل. عندي هذا انا يلا حليتو، حركتو واحد شي شويه لان تيكون فيهم الماء في الاول، وضروري نجربو قبل ما نقول بسم الله باش ما يخرج ليش الماء في التوب. على ثم على غادي نتبع الرشمه اللي اختاريت ندير. يعني ما كاينش حاجه سهل من هكذا. غادي نغلط شي شويه لهاد العريقات، هاد الجلابه ديالي
فوالا ثم غادي ناخذ اللون الثاني اللي اختاريت نخدم به، ودائما مسحوا لومبو ديالو وخرجوا منه باش تشوفوا انه كيخرج ما مخنوقش. ثم غادي نبدا ندير واحد العريقات متفرعين بهذه الطريقة، وهادو هما اللي غادي شوفوا كيفاش كندير واحد الكمية باش كتخرج ليا بحال واحد الحبة، كتخرج ليا بحال الغولييف. فوالا البنات شري بطاطا الحمراء 60، كيدوزو سبحان الله وكيغوتو. هانتوما البنات ما كاينش ما سهل، ما تقولوش ليا هادي غتجيكم واعره، فقط في الاول كندير بحال واحد الحبه غليظه و كنخطفها. فوالا نفس الشيء غادي نجي نديرو هنا، يعني غادي نخرج واحد العريقات ثم غادي نبدا نعمرهم. علاش اختاريت هاد الالوان؟ كاين اللي غيبغي يديرهم في لا شامبر كوشي ديالهم فوق الناموسيه، لا بلوبار تيكون عندهم وانا قصت بيدي تيكون عندهم الفراش قهوي، ما فيها باس. انا غادي نحاول نزيد هنا واحد الوريضه، انا شويه غنرجع ليهم، وهنا غادي نزيد واحد العريقات. فوالا بهذه الطريقة. هنا نقدر نزيد واحد العرق، ها هو باش نعمر هذاك الاسباس اللي وسخناه بيدينا. هادشي هو اللي زوين ملي كتكونوا كتخدموا البنات بلا شما، كيف ما درتو ماشي مشكل، يعني كتبدعوا في الرشمه ديالكم كتحولوها كيف ما بغيتو. فوالا انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكملها
رشمه كامله. وممكن اللي بغى كاضافه يزيد الجليتر، الجليتر لي بايت كتبقى مادام انا هنايا استعملت الفاشيون مات، ممكن فوالا الوغ انا نستمر بنفس الطريقه ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش غادي. البنات هذا هو الشكل من بعد ما كملناه، داك شويه ديال لي بايات اللي بقاو كنسوسهم في المخده بحال هكذا باش كيتشتتوا، وغنزيد واحد شي شويه ديال لي بايات كريستال هادو لي سون كولور. ها هما ها هما انا غنزيدهم غير شي شويه لان ما بغيتهمش يكونوا كثارين، غير واحد الرشيشه في العويدات كيعطيوها واحد اللمعه زوينه. فوالا وكنسوسها باش هذوك شويه ديال لي بايات كيتوزعوا في المخده كامله. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما كملناها. انا نصور لكم قريب. هو ان شاء الله غنخيطها وغادي نوريها لكم كيفاش جات وندوزو الشكل الثاني. الوغ البنات الشكل الثاني ان شاء الله اللي غادي نخدم معكم غادي نخدم به نخدم فيه بهاد جوج ديال اللوينات الصفر والخضيضر. صفر سيترون سباركل الرقم ديالو 25352، والخضر بيستاش الرقم سميتو مان سباركل الرقم ديالو 25356، هما اللي غادي نخدم بهم ان شاء الله. ودائما تنجربو قبل ما نبداو في التوب واش ما مخنوقش، واش ما فيه الماء، واش حتى حاجه، وكل شيء هو هذاك. الوغ هذا الخضيضر ان شاء الله هو اللي غادي ندير به هاد العريقات. وغادي نغلطهم واحد شي شويه هادشي كله ان شاء الله ملي كينشف. الا كنت غنزيد فيهم لي بايات بحال الشكل الاول اللي درنا الحمد لله الحمد لله عفوا، الا كنت غنزيد فيهم لي بايات بحال الشكل الاول غادي ندير لهم المود بوتش. المود بوتش بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوهاش وهي غنيه على التعريف، هي واحد الكولا اللي هي بيضه ولكن منين كتنشف كتولي ترانسبارونت، هي اللي كنفيكسيو بها الكافيار وهي اللي كنفيكسيو بها لي بايات. هي هذه البنات اللي متبعيني ومتبعين فاطمه الزهراء حجلي صاحبه قناه هبه فن اكيد غيكونوا عارفين علاش كنهضر. تقريبا هي فايته خدمه التقنيه، فقط الفكره اللي مختلفه شي شويه، انا خدمتها في مخدات يعني كفكره اننا نعطيوها هديه، وممكن نخدموا بها في جلالب في القفاطن
اي سوبور في دي ناب في دي ناب صغار لي شومان دو طابل اي حاجه ميم في حويجه ديال وليداتنا ممكن نخدموا بالفاشون نكتبوا لهم سمياتهم ممكن بزاف ديال الافكار الوغ هنا غادي هاد الدائره اللي خدمت انا غادي بحال غادي نقسموها على ثلاثه ديال الدوائر يعني الدائره هذه الكبيره ودائره صغر منها ودائره صغر منها فغادي ندير نعتبر واحد الدائره هنايا صغيره وغادي نخرج ليها واحد العريقات صغيرين بحال هكذا هكذا وغنعتبر الدائره الوسطانيه مثلا اللي غتوقف هنا وحتى هي غادي نخرج ليها واحد العريقات بهذه الطريقه هنا ونزيدو هنايا ثم غادي نزيد نطول اعتبارا الدائرة الثالثة فوالا هادشي اللي درناه في هاد الدائره غنطبقوا الدوائر الجوج الاخرين سيحوا لي انا الوقره تروحت ثم غادي ناخذ الصفر ديالي اللي غادي نجربو حتى هو ها هو مزيان ثم غنجي لهنا غادي ندير واحد هكذا هكا وفي هاد الوسطانيين حتى هما نفس الشيء فقط اننا غادي نديروهم اصغر كنظن عرفتوهم هاد البنات هادو اللي كنرسم دابا ياما صدنا عليهم ملي كنا صغار كنا كنجيبوهم كنقطعوهم اكسبري باش نصوتو عليهم يطيرو في السما نزيد هنا وحيده ممكن نزيد شحال ما بغيت ممكن نعمر هلا نزيد هنا وحيدات لداخل هلا هلا هنا نفس الشيء غادي نديرو في الجوج الاخرين اما بالنسبه لهاد هاد الخطيطات هادو اللي دايره انا هنا فهما عباره عن
انا غندور هكذا باش ما نقيش الفاشون الاخر بيدي. وهادو حتى هما غادي ندير ليهم نفس هادو اللي طارو. ما عرفش التصوير واش واضح، نكحشي شويه يمكن هكذا. هلا هنا غادي نديرهم صغيورين لان شحال ما بعدو كيوليو صغار. هلا كنبقاو شحال ما قربنا الورده كنبداو نكبروهم. وبحال دائما انا كنقول لكم كنقلب لكم على الساهل و او ميم طون الزوين. وهنا العريقات ديالها غنديرهم غير خفيفين، واخا ما مشيش مع الطباشير حتى الاخر، داك راهي الطباشير دغيا كيتمسح. هادو اللي قرابين للوريدات لا باس نديروهم كبر من هكاك شي شويه. ثم انا غادي ندير الاخرين اللي بقاو ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي. انا ما غادي ندير ليهمش لي بايات، هادو غنخليهم فقط بالفاشون ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي. بالنسبه للشكل الثالث البنات اللي غادي نتقاسموا معكم ان شاء الله، غادي نحتاج فيه هاد جوج ديال اللوينات، البيكوك سباركل والبلو اوسيون غليتر. الرقم ديالهم 25408 و 25359. ونقدر نزيد معاهم مثلا نزيد معاهم الخضر، ممكن نزيد معاهم الخضر وممكن ما نزيد معاهم حتى حاجه، ممكن نزيد معاهم الصفر، نقدر نزيد معاهم الذهبي، هذا ذهبي الجولد غليتر 25403. ممكن نزيد معاهم اي حاجه بغيت. المهم انا غادي نبدا غادي نخدم هاد الوريدات هما الاولين، وعاد غادي ندير لهم العروقه باش ما يديرونجيونيش لان تيديرونجيوني شي شويه. فغادي ندير بالبيكوك سباركل دائما خصني نجرب. هلا عندنا العرق ديال الورده بغيتي نشوف، غادي نقلبها لان ما كنخدمش بالطباشير، يعني انا تراسيت بالطباشير هنا ولكن راه كنخدم من هنا، راه الطباشير كيخرج كيبان. فوالا غادي ندير هالعرق كندير هكذا يعني كيجي من التحت. هلا هلا غنديرهم كاملين بحال بنفس الطريقه.
وغادي ناخذ البلو اوسيان ديالي. صراحه ما غاديش نخدم بهذا، ما عجبنيش بزاف، ما غيبانليش في البيض، غيبان ليا في شي لون اللي هو شويه فونسي. لذلك غادي نستغنى على البلو اوسيان وغادي ناخذ اش غناخذ البنات اش غادي ناخذ الذهبي. بالنسبه للالوان البنات كتختاروا نتوما الالوان اللي بغيتو كتطبقوهم. ثم غندير واحد جوج ثلاثة أربعة، في كل واحدة غندير واحد جوج ثلاثة أربعة جوج ثلاثة أربعة. هلا كنخرج الفاشيون غليظ شي شويه باش تجيني الوريدات باينين. ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة جوج ثلاثة أربعة. فوالا نقدر نزيد وحدين هكذا الوسط أربعة لا ميم شوز غنديرها هنايا. غنزيد هنا واحد العريقات ديال هاد الصغيورين ها هما. ونفس الشيء غادي نديرو مع الوريدات كاملين. فوالا الا بغيت نزيد اللمعه غادي نزيدها. انا غنزيد هنا واحد شي شويه ديال الخضر ها هو فوق هذا الزرق غير شي شويه، يعني ماشي تنكترش. وهنا في الوسط فوالا. وبالنسبه لهاد هادو الوريدات غنزيد فيهم واحد شويه ديال الاحمر، غيجي الاحمر و لي بايات الصفر عاطين بجوج بيهم. فوالا هي نورمالمون خاصنا نخليو حتى ينشف تماما الفاشيون الزرق باش ما يلصقش لنا فيه لي بايات. وكل حاجة يعني ندير مثلا الزرق كله نخليه حتى ينشف، وعاد ندير ولا ندير الزرق كامل وندير فيها شي شوية ديال الخضر ونخليهم حتى ينشفوا، عاد ندير الفاشيون الذهبي وندير فوق منه الحمر. ولكن اللي ضيق الوقت انا غادي نحاول انني نخليهم غير هنا. فوالا فوالا
ان شاء الله غادي نكمل الرسمه كامله ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها حتى هي وندوزوا للشكل الرابع. الاخر وحده غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله. انا شاركت معكم اليوم 4 ديال التطبيقات، فكنظن ان تبارك الله عندكم ما تخدموا. غادي نستعمل فيها الفاشون الذهبي بحال اللي كتشوفوا عندي واحد. نقلب هنا الخده ديالي، كنديروا واحد الخطوط عشوائيه، يعني شي طويل شي قصير. على الأشياء دي الشمس كنخلي واحد الدائره الوسط اللي غادي ندير فيها ان شاء الله واحد الحجيره. فوالا وعمرو شحال ما بغيتو. فوالا كان من بركه. ثم غادي ناخذ لا كولور كريستال هادي الوسط، تقدروا ديروا هنا حجيره وتقدروا تعمروه نيت بالفاشيون. انا غادي ندير واحد الدائره بالفاشيون، ها هي الدائره، ونكمل هاد الخطوط اللي ناقصين. وغنعمرها غادي نعمرها، غندير فوق منها لي بايات كريستال. فوالا ثم بلي بايت كريستال غادي نشتتهم فيها كامله، ولكن يعني غير شي شويه. فوالا ثم ممكن بلي فاشيون وممكن بلي بايات. لما توفروش عندكم لي فاشون في الالوان تقدروا تاخذوا لي بايات في الالوان. غناخذ الارجنتي غنطبقها في شي بليسات.
فوالا غنسد ثم غنخبطهم واحد شي شويه بحيث انهم كيتخبطوا تقريبا في بلاصتهم غير باش يدخلوا ليا في ديك البيصات اللي انا بغيت. هذا الموديل هذا الا كان عندكم توب اسود غيكون احسن بزاف د المرات لان انا ما عنديش توب كحل داكشي علاش طبقته في توب ابيض. غنضيف الذهبي فوالا وغادي نخليه ينشف على خاطره. تقدروا تدخلوا فيها الالوان بزاف وتقدروا تكتفيوا بهاد الالوان. انا بركه عليا انا ما بغيتش ندخل فيها الالوان بزاف بغيت نخليها فقط بالذهبي والارجنتي. انا غادي نسوس فوالا. شوفوا البنات كيفاش ولا كيبان ليا شي بلايص ارجنتي شي بلايص ذهبي. كنتمنى ان تكون التصوير واضح لان شويه عندي في المحل واخا الضو كاين ابيض ملي كنجي نصور بالفلاش تيغلب فوالا. تخيلوا البنات هاد الرشمه في الثوب اسود كيفاش غادي تجي كي غتجي مخده غتكون رائعه. البنات هذه هي النتيجة النهائية. نتمنى ان العمل ولا الخدات ديال اليوم يكونوا نالوا الاستحسان ديالكم. افكار بسيطة عفوا افكار بسيطة وسهلة في التطبيق وسهلة في المواد ديالها يعني ما كتحتاجش مواد كثيرة فقط فاشيون وبايات وتوب. ملي كيكونوا لي بايت اكيد غادي نحتاجوا المود بوتش باش نفيكسيو. فكنتمنى ان النتيجه ديال اليوم تكون عجبتكم وطبقوها. انا غادي نوريكم الشكل الاشكال بربعه بيهم واخا مازال ما نشوفوش. بون هذا هو الشكل اللي شفنا الاخير الرابع غنحيدو وهذا الشكل الاول اللي خدمنا ها هو. عفوا زيت بيدي او قصتها غوزمون ما تخسراتش. وهذا الشكل اخر اللي خدمت معاكم والشكل الاخير سمحوا لي راه باقي ما نشفش خفت نهزو ونخسرو بلاتي انا نجيبو لهي حوجكم بلاتي نجيبو تشوفو ها هو. ها هو الوان هادئه جدا هلا فكنتمنى ان الاعمال ديال اليوم تكون عجبتكم طبقوهم
فوالا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سنة سعيدة 2020.